من الحسد والنار، فالحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والحاسد يأكل بعضه لما يجده في نفسه تجاه المحسود. ومحصلة الأمر عباد الله أن النار تأكل بعضها إن لم وجعل أخاً يقتل أخاه، وإخوةً يلقون أخاهم في غيابة الجب. وهو الذي رد أبا جهل عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في I'm sorry.
So